مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم. خلال حرب أوكرانيا استخدمت روسيا بعضاً من أكبر قذائف الهاون والمدفعية على هذا الكوكب، وهي أسلحة عملاقة يتراوح حجمها بين 150 و200 مليمتر. هذه القذائف قادرة على محاصرة وتدمير مدن بأكملها رغم قدمها، فقد أثبتت أنها صالحة للحروب الحديثة. ولكن ما مدى قلق الولايات المتحدة حيال ذلك؟ تاريخياً لطالما كانت المدفعية عنصراً أساسياً في العقيدة العسكرية السوفيتية والروسية، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لعقيدة أمريكا الشمالية. في هذا الفيديو سنتعرف على أقوى قطع المدفعية لدى الجيش الأمريكي، وما إذا كان بإمكانها مواجهة أسلحة الدول الأخرى. لمعرفة المزيد من التفاصيل تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. أول قطعة سنقوم بتحليلها توجد في أوروبا، وهي تشارك في الصراع بين أوكرانيا وروسيا. نحن نتحدث عن مدفع هاوتزر M777 الذي تم إرساله كجزء من حزمة المساعدات الحربية إلى الحكومة الأوكرانية. M777 هي مدافع هاوتزر تم استعمالها سنة 2005، وقد أصبحت منذ ذلك الحين تسحب البساط من تحت النماذج القديمة مثل M198 التي تم إبعادها عن الخدمة بعد استخدامها لمدة 50 عاماً. بالإضافة إلى وزنها الذي يقدر ب3100 كيلوغرام، تعتبر مدافع هاوتزر خفيفة الوزن وقابلة للنقل، مما يمنحها مزايا تكتيكية عند التعبئة في التضاريس الصعبة. في الواقع وزنها أقل من نصف وزن سابقاتها، وقد تمكنت من الحصول على هذا الوزن بعد أن أصبح ممكناً استخدام التيتانيوم في الصنع والإنتاج. ولكن دعنا نتحدث عن القوة النارية لهذا الوحش الصغير. يقدر أقصى مدى فعال للام 777 حسب الذخيرة المستخدمة مع مقذوف قياسي حوالي 24 كيلومتراً بذخيرة الـ ERFB. يمكن زيادة تلك المسافة حتى 30 كيلومتراً بفضل نظام الدفع باستخدام غرف الغاز، ولكن القوة الحقيقية لهذا السلاح تظهر مع ذخيرة الـ M982 إكسكاليبر عيار 155 مليمتر، والتي تضمن مداً يصل إلى 40 كيلومتراً بمعدل 5 طلقات في الدقيقة بشكل متقطع أو 2 طلقتين في الدقيقة بشكل متواصل. تمتلك الولايات المتحدة حالياً أكثر من 1000 وحدة من الـ M777 و580 في سلاح مشاة البحرية و421 بين الجيش الروسي والحرس الوطني، مما يجعلها الحلقة الرئيسية في قوتها المدفعية وذات وجود دائم وملح في أي مواجهة مستقبلية. ليست كل قطع المدفعية عبارة عن ماموث عملاق، فالأمريكية M119 عبارة عن مدفع هاوتزر خفيف من عيار 105 مليمتر، وتتمثل ميزته الرئيسية في سهولة نقله عن طريق البر والبحر وحتى الجو. يمكن إسقاطه بالمظلات وحتى نقله بطائرات هليكوبتر متوسطة، وبالطبع تولد ذخائرها التي يبلغ قطرها 105 مليمترات أضراراً أقل، ويقل مداها الأقصى كذلك، ولكن معدل إطلاق النار الأقصى هو 8 طلقات في الدقيقة لوقت قصير، أو 3 طلقات في الدقيقة لمدة نصف ساعة. في بعض الأحيان قد يكون هذا ضرورياً عندما يتعلق الأمر بتجهيز المنطقة للقوات المحمولة جواً. تعتبر المدفعية مثالية لتدمير التحصينات أو إطلاق النار باستمرار، الشيء الذي يجعل من الصعب على العدو تنظيم خطته. نصف ساعة من إطلاق النار المستمر يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لأي هدف. وهناك قدرة أخرى مفيدة بشكل خاص للتعامل مع قوى عدو الناتو،
وهي أن الام 119 قادرة على إطلاق جميع المقذوفات القياسية المتاحة للهيئة الدولية من المتفجرة ام 1 إلى ام 913 المدعمة بالصواريخ. عندما نتحدث عن الام 777 يجب أن نتذكر سابقتها ام 198 التي كانت في الخدمة منذ سنة 1978. لا يعتبر عمر قطعة المدفعية الشيء الوحيد الذي يجب مراعاته، ولذلك فهذا يفسر سبب استمرار الام 109 في الخدمة رغم أن تصميمها يعود إلى الستينات. ولكي نضع في السياق صلاحية الام 109 يجب أن نضع في اعتبارنا أنها شاركت في حروب فيتنام ولبنان والخليج وحتى العراق، وهذا يعني أنها قضت أكثر من 50 عاما في الجبهة القتالية. وقد تم تحديث الام 109 من قبل الولايات المتحدة حتى الوصول إلى نسختها الحالية الام 109 A6 بلادن العظيمة. هذه النسخة متاحة فقط لدى قوات أمريكا الشمالية. هذا المتغير لديه القدرة على العمل بشكل مستقل دون أي مساعدة خارجية. يتلقى الطاقم المعلومات من خلال أنظمة الاتصالات الرقمية، ويمكن أن يكون جاهزاً لإطلاق النار في 60 ثانية فقط. ربما يكون قديماً ولكنه سريع، وتسمح التعديلات التي تم إجراؤها على ام 109 باستخدام ذخيرة الإكسكاليبر عيار 155 مليمتر. قبل متابعة موضوع اليوم نود معرفة رأيك، هل تعتقد أنه من المفيد الاستثمار في تجديد الأسلحة القديمة؟ أم أنه من المفيد التركيز على تطوير أسلحة جديدة؟ اترك لنا إجابتك في التعليقات. حسناً، كما أشرنا في البداية فإن السياسة العسكرية الأمريكية أوقفت التقدم في المدفعية لسنوات عديدة، وفي المقابل استغلت دول مثل روسيا والصين هذا التوقف. لنأخذ كمرجع نطاق فعالية مدافع الهاوتزر في أمريكا الشمالية بشكل عام، تتراوح المسافة بين 25 و30 كيلومترا باستخدام أفضل ذخيرة. أما إذا كنت ترغب في الحصول على ما يقارب من 50 عاما من الخدمة، فإن مالكا الروسية تستخدم ذخيرة 203 مليمتر، ومدى إطلاقها يبلغ حوالي 50 كيلومترا. يمتلك الجيش الروسي 60 وحدة من هذه المدافع التي تعتبر الآن في طور التحديث لإطالة عمرها الإنتاجي. والمقارنة أسوأ إذا قمنا بتحليل البي ال زي 05 الصيني جاكسير ذاتية الدفع 155 مليمتر. اعتمادا على الذخيرة المستخدمة يتراوح مدى مسافتها بين 20 و100 كيلومتر، ويعتقد أن هذه القطعة بها نظام تحميل شبه أوتوماتيكي مماثل لنظام السوفييت، كما أن لديها تحكما رقميا كاملا في النيران وأجهزة كمبيوتر باليستية حديثة وقدرة على التحول إلى وحدة مضادة للدبابات. وعلى الرغم من نكرانهم لهذا، فإن واشنطن لا تخفي قلقها من هذا النوع من الأسلحة. تريد الولايات المتحدة شيئا فشيئا عكس هذا التاريخ بمشاريع مثل ام 1299 ذاتي الدفع عيار 155 مليمتر الشبيهة بام 109، ولكن مع العديد من التحديثات التكتيكية والدفاعية. تم إجراء الاختبارات الأولى سنة 2018، وتم التحقق من وصوله لتطور كبير من حيث القوة النارية والفعالية، وتؤكد أغلبية المصادر أنه سيكون له مدى فعال يبلغ حوالي 70 كيلومترا، ولكن الجزم في هذه الأرقام صعب جدا. وفقا للولايات المتحدة الأمريكية فإن الام 1299 ستكون جاهزة خلال سنة 2023، وبحلول سنة 2025 سيتم دمج نظام تحميل تلقائي، على الرغم من أن الام 1299 هو مشروع قيد التطوير الكامل، وإن احتمال حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين قوة مثل روسيا بعيد جدا حاليا. وفي حال حدوث هذا فإن قطعة المدفعية المحدثة هذه ستكون جاهزة للعمل بالفعل. في الوقت الحالي لم تدخل مدفعية أمريكا الشمالية المنافسة مع المدافع الهائلة ومدافع الهاون للقوات الروسية، ولكن يمكن القول بأن هناك اختلافا بين القوتين في العقائد العسكرية التي تتبناها منذ الحرب العالمية الثانية
وجزء كبير من القرن العشرين. وقد أبرزت الاشتباكات في المناطق الحضرية المحصنة في أوكرانيا الحاجة إلى تعزيز هذا النوع من الأسلحة. ربما يجب العودة إلى حروب الماضي لتطوير أسلحة المستقبل. وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات، اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.